وكانوا يعني نازلين على اساس ماشي باش ينقذوا شي حد، ولكن باش ينتشلوا الجثث اللي تما كاينه باش يردوها لاهلها كرام الميت دفن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ودائما مع عشاق القصص الواقعيه وقصص بخويا العمار. كيف كنعرفوا بيد الله سبحانه وتعالى، ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شحال سمعنا على بعض كثير من الاشخاص تعرضوا ولا طاحوا في مواقف اللي خلاتهم يواجهوا فيها الموت بحال بطل قصتنا اليوم. وإذا كنت من عشاق القصص الواقعية ما تنساش دير اشتراك، خلي لنا شي لايك وشي تعليق، نبدأ قصتنا. هاريسون أوكين 29 سنة، شاب نيجيري كيشتغل على أحد المراكب، ولكن هذا المركب ماشي ديال الصيد، هذا المركب ديال السحب ديال الجر، يعني داك المراكب اللي كتجر البطوات الكبار ولا المراكب الكبار من المرصى باش تخرجهم، وكاين اللي كترافقهم طول الرحله باش تخليه شاد التوازن ديالو مثلا المراكب الكبيره. وكيف قلت بان هاريسون كيشتغل كطباخ على هذا المركب اللي سميتو جاكسون 4 اللي كيشتغل عليه 12 شخص، وبما ان هاريسون كيشتغل كطباخ فهو اللي كيوجد الوجبات الاكليه يعني لباقي الاشخاص. وفي ذاك اليوم ناض مع 4:30 ديال الصباح بغى باش يوجد الفطور لباقي العمال ولا باقي الاشخاص. ناض كاي واحد يعني دخل الحمام بغى يستعمل يعني الحمام، وهو يعني جالس في المرحاض جات موجه يعني موجه كبيره ضربت المركب. والغريب في الامر بان الجو كان يعني هادئ، ما كانت لا عاصفه ولا يعني شي انباء كتنبا بان شي عاصفه بحريه جايه، ولكن يعني كاين حالات في البحر يعني كاين شي موجات كيتسموا الموجات القاتله ولا الموجه القاتله، تيكون البحر يعني هادئ واحد الساعه كتخرج شي موجه راه كتحصلتها في الشواطئ بعض المرات يعني كتسمى موجه قاتله. هذه الموجه ملي ضربت يعني المركب ورجعت رجعته الاعماق تقلب هود يعني بقوه الضربه اللي ضربته الموجه، تقطع الحبل اللي كان شد مع سفينه النفط اللي كان مصاحبها وجراته الاعماق. هنا هاريسون لقى يعني سقف الحمام ولا هو اللي لتحت، ويعني لتحت ولا الفوق والفوق ولا لتحت، وبدا كيدخل عليه الماء. هنا يعني هاريسون بقى مصدوم لبعض الثواني من هول شنو وقع، وهو يستوعب بان يعني المركب راها كتغرق. الماء بدا كيدخل عليه كيف قلنا، عيا ما يدفع الباب وعيا ما يغوت الضغط ديال الماء ولا يعني ما خلاش يفتح الباب. بدا كيضرب في الباب لعل شي واحد يسمعه، ولكن ما سمعو حتى شي واحد الا هو كيسمع يعني الغوات والصراخ ديال الاصدقاء ديالو ولا الباقي العمال، يعني صراخ باغين يتصرخوا باش ينقذوا نفسهم. وقتها كان هو يعني المركب القاع، وهنا بقى يعني هاريسون عيا ما يتقاتل مع باب الحمام باش يفتحها والو، بدا كيف قلت يدخل عليه الماء يعني، ومن حظه يعني وصل لما الصدر ديالو ووقف، بقى له واحد كيف نقولوا واحد جيب هوائي هو اللي كيتنفس فيه. وتخيل نفسك في هذه الحاله، يعني جسمه كله في الماء لحد الصدر، ولبس غير شورت ما لبس والو، درجة الحرارة يعني منخفضة على عمق 30 متر، وأسماك القرش يعني كتحوم على عمرة في ذاك المكان وكتحوم على ذاك المركب، وكذلك كيف قلت كيسمع سمك القرش يعني كيضرب ذاك البيبان مشدودين. واحد المعلومة ما قلتهاش بأن هذاك المركب يعني العمال اللي فيه كلهم خاصهم يغلقوا البيبان عليهم من يجيو ينعسوا، لان المنطقه عامره بالقراصنه، وهذا اللي خلاهم يعني يمكن غرقوا ما قدوش، لان كي قلنا حتى الضغط ديال الماء ما يخليكش باش تحل الباب. وهذا اللي خلى هاريسون كيسمع سمك القرش يعني كيشم ريحه الجثث اللي تماك وباغي يدخل ياكل اللي كان عايش ولا اللي ميت غادي يتكال غادي يتكال. هاريسون يعني بقى محبوس تما كاينه، لا اكل لا شرب ما فهم والو، يعني هاريسون ميت ميت، يا غيموت يعني يا بالبرد يا بالعطش يا دخل شي سمكه القرش تاكلو،
يعني هذا السيد في جميع الحالات متعرض للموت. وهنا بدا كيطلب الله يعني باش يفكوا من هذه الوحله وسلم من نفسه ليه. ودازت بعض الساعات ولا يعني دازت وقت وكينزلوا بعض الغواصين لذاك المركب. ولكن داك الغواصين ملي نزلوا لقاو المركب يعني على وجهه مقلوب والبيبان ديالو مشدودين ما قدروش منين يدخلوا. قالوا بان يعني اللي في هذا المركب راه ما غيبقاش عايش وكان خاصهم يعاودوا يرجعوا للسطح لان المنطقه حتى هي عامره باسماك القرش يعني ما يقدوش يغامروا باش يبقاو تما كاين الوقت طويل. ولكن للاسف ما كانوش عارفين بان هاريسون مازال عايش داكشي باش عاودوا رجعوا يعني للسطح. هنا هاريسون يعني حراره الجسم ديالو بدات تنخفض وبدا كيفكر بشي طريقه يعني كيف يخرج من هذه الورطه. وبما ان هاريسون يعني كيشتغل قديم على داك المركب وحافظه كله قرر باش يمشي لغرفه يعني القبطان لعله يلقى شي حاجه اللي تساعده باش يهرس شي باب يعني شي مطرقه ولا شي شاقور ولا فاس باش يهرس شي باب ويطلع للسطح. ولكن هو راه ما عارفش راسو راه على عمق 30 متر. هنا بدا تيتقاتل مع باب الحمام يعني باش يدفعها. المهم خرج من الحمام وبدا تيسبح. الدنيا ظلام يعني حتى الاضواء ديال المركب ما بقاتش على طفات يعني الدنيا ظلام. بدا تيسبح ولكن بدا كيتحسس يعني الجثث ديال الاصدقاء ديالو وكيسمع يعني ضربات اسماك القرش اللي باغا تدخل تاكل يعني شامه ريحه الجثث تما كاينه وباغا تدخل باش تاكل داك الجثث. يعني هاريسون عاش رعب حقيقي. هادو راه ماشي افلام الخلعه ولا الظلام والجنون ولا لا راك يعني الموت المحقق قدام عينيك كتشوف راسك يعني في وكان ما كانش لقى يعني داك الجيب هوائي فين كان تيتنفس يعني وكراه مشى مع داك الجثث. ولكن الاعمار بيد الله كيف قلنا لهم بعد ما بدا تيسبح يعني وقرب يوصل هنا بدا كيخمم الى تسلالو يعني النفس اللي في صدرو كيفاش خاصو يعاود يرجع حتى للحمام الجيب هوائي باش يتنفس شويه ورجع. ولكن من حسن حظه لما دخل يعني لغرفه القياده وهز راسو لقى نفس الحالة اللي كاينة في الحمام. لقى واحد الجيب هوائي تماك تنفس الصعداء بدا يعني تيتلمس بيديه هو يلقى واحد المصباح بيل يعني يشعلو شعل كان خدام البطارية ديالو مازال مزيانة شعلو بدا تيشوف هو تبان له يعني واحد الكانيت ديال كوكاكولا هزها حلها يعني برد العطش ديالو وبدا تيقلب هو يبان له واحد السرير كذلك تما كاينه سند عليه النصف ديال الجسم ديالو باش ما يبقاش الجسم ديالو يعني كله في الماء. ولكن لحسن الحظ ما لقاش شي حاجه يعني اللي غتساعده باش غادي يطلع للسطح. وهنا كانت خيبه امل هاريسون يعني زاد ياس وفقد الامال وبدا كيتسنى يعني النهايه ديالو فوقاش غادي تجي. تيقول يا غادي نموت بالبرد يا غيتسالى هاد الاكسجين اللي هنايا يا غادخل شي سمكه القرش تبالي به. وبدا كيطلب الله يعني لو خرجوا من هاد الورطه ما عمرو يرجع للبحر. هاريسون ما كانش عارف يعني شحال داز عليه هاد الوقت ولا راه في الليل ولا في النهار يعني ما عندوش حتى شي ساعه اللي غتبين له الوقت يعني بقى حاير في امره. بقى تما كاين كيقول واش غيجي شي حد ينقذني ما لقى باش يطلع الفوق. عنده داك الجيب هوائي يقدر يتسالى الاكسجين في اي وقت يعني عاش رعب حقيقي. بدا كيتسنى النهايه ديالو ومن بعد ساعات يعني الشركه اللي صاحبه المركب كترسل يعني غواصين يعني متخصصين في التعامل مع اسماك القرش وكانوا يعني نازلين على اساس ماشي باش ينقذوا شي حد ولكن باش ينتشلوا الجثث اللي تما كاينه باش يردوها لاهلها لان كرام الميت دفنوه ما يخليهمش تماك يعني ياكلوهم الاسماك ولا بغاو يردوا الجثث لاهلهم. هذا هو علاش كانوا نازلين هذا الطاقم الثاني ديال الغواصين. اما هاريسون المصباح اللي كان معاه تسالت البطاريات ديالو يعني طفالو وبقى تما كاينه في الظلمات ما عارف والو جالس يعني بالجوع بالعطش ما قدرش كذلك ينعس لان كيخاف ينعس وي يعني يهود يغرق يعني رعب حقيقي. هذا السيد عاش واحد الساعه هو تيشوف واحد الضوء ديال يعني الضوء جاي قريب ليه
المهم اش غايدير، بدا تيسبح باش لعله يقرب من داك الضوء. المهم بقى غادي واحد الساعه وداك الضوء كيختفي. اش غايدير؟ رجع للحمام اللي كان فيه في الاول، تما كاين لعله يتنفس. المهم بعد ما دخل الحمام وخد النفس ديالو، تهيئ له بان هادشي كان غير تهيؤات وهلوسه، وبقى تما كاينه. وهنا بدا تيسمع مره اخرى يعني الضرب على المركب، ولكن قريب يعني غير قريب من الحمام في صالة المركب. شنو قال؟ قال هادو اسماك القرش، يعني دخلوا راهم كيلتهموا الجوتات، وحتى انا ما بقى عليا والو، وغادي يدخل شي وحده تاكلني. ومن حسن حظه شاف مره اخرى الضوء كيقرب منه هو في الحمام. تما تاكد بان هذاك الضوء ديال شي غواص ولا غواصين تيقلبوا على من يقدو. المهم الغواص منين دخل الحمام، هنا كتكون اسعد لحظه يعني عندها ريسون في حياته. منين تاكد من بان الضوء ديال الغواص وقرب من هاريسون، هنا هاريسون شد له يعني في يديه، الى حتى الغواص تخلع وقال مع باله بان راه هذه شي جثه من الجثث قصفيه. ولكن على فكره هذوك الغواصين كانوا كلهم متبتين بكاميرات، يعني داك الكاميرات عندهم اتصال مع المركب الفوق، وواحد هو اللي كيوجههم. وهنا شاف يد هاريسون وقال لهم بانه راه عايش. وحتى الغواص يعني ما كانش مصدق بان شي حد غادي يعيش في حالة هاد المركب اللي تقلب يعني على فمه على عمق 30 متر. هنا صعد عنده يعني الغواص صعد عنده داك الجيب الهوائي وعطاه معدة تنفس لعله يرد بعضها شوية الأكسجين اللي فقد من الجسم دياله. ولكن واحد المشكلة كتقابل الغواصين، وهو ما يقدروش يعني يطلعوه للسطح يعني في ساعتها ذاك الساعة، لأن النيتروجين غادي يدوب يعني في الأنسجة دياله، وغادي يقدر يسبب له في شي سكتة قلبية ولا يولي يعني بحال هذا الشخص. وهذا الشخص هو غادي نتكلموا عليه في قصة أخرى إن شاء الله. المهم باش يتفادوا هذا المشكل، يعني كان خاصهم ينزلوا واحد الكبسولة للماكينة ويدخل لها هاريسون ويبقى فيها لساعات، يعني تيتعدل الضغط اللي في الرئة ديالو، وداك الساعة عاد يطلعوه للسطح. وفعلا نزلوا داك الكبسولة اللي كانت مجهزة يعني بالأكل والشرب وكل ما يحتاجه هاريسون، وبقى فيها لساعات يعني وصعدوا به للسطح. ولكن ما كانش مصدق نفسه بانه عاش في ذاك المكان يعني قرابه 3 ايام تقريبا، راه 3 ايام يعني ما كانش مصدق كيفاش. ولكن كي قلنا الاعمار بيد الله، وحتى الزوجه ديالو يعني كتقول بان هاريسون يعني شهور بعد الحادثه هو تيفيق كل ليله وتيجيب الله راه مازال يعني غرقان في المركب اللي غرق بهم. قصتنا وصلت نهايتها، ونطلب من الله تكون عجبكم ونكون خفيف على قلبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم.